السلام اي النادي ديال الحروده ها هي تما عند حروده. متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان، بالضبط من ضواحي بن سليمان، بالضبط من منطقة من جماعة زيدة الحجيبة بن سليمان. هادشي خطيرو بزاف بسبب تماس كهربائي، هاد البقرة ماتت في البلاصة، كذلك جوج ولاد راهم بقى لحد الآن فهم ساقطين في الأرض. بقاو معنا نشوفو التصريح ديال صاحب البقرة. السلام عليكم. طلع قرب عندك هذا؟ شنو وقع عمي شنو وقع؟ سيدي أنا جاي مع الطريق لحقت الفوطو ضرب لي قال البقرة. وانا عرفت صايم ماتت في البلاصة. كيفاش وقع هادشي؟ انت شنو وقع؟ ما قصتك الضو ولا والو انت؟ لا لا عشوية تفاقمت على الضو، تفاقمت عليه. ايوا البقرة ضربها في البلاصة. باش كطالب دابا انت عمي شنو بغيتي؟ وانا لقيتها كتقوت من هذيك البقرة كنبيع عليها حليبة. هي اللي عندك؟ صافي هي اللي عندي. غيضيعوا لي جوج ولاد، غيضيعوا لي يضربهم لي الضو. ولادك جاو كيجريو باش يعتقوك ولا شنو؟ كيجريو بغا يعتقوها يجروها صافي كان غادي تا هما غادي يموتوا. هما دوك اللي في الهضره مباركين. دابا الطوموبيل ديالك دابا الباك هذاك الوحده كانت عندك هي اللي ماتت لك. اييي. باش كطالب باش شنو بغيتي؟ بغيت يعوضوني سيدي نعاود. راه هي اللي كانت سابه صافي. يعني هي هي القوت ديالك اللي اليوم هي باش كتعيش. نعم بغينا نصوبوا الطريق هذا. نعم كاين حتى مشكل. بقاو معنا متابعينا ونشوف احد الساكنه ديال هذه المنطقه كذلك. السلام عليكم. عاودنا شنو وقعنا عاد دخلنا في الموضوع ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم هذا السيد كنا نوقف ليه وسرح هذا البقره وجي على اللي من هنايا. جاي من هنا البقره نسحبوها حنا طاحت زرقات ليه ورشت الضو غوتت بجد شويه. جا ولادهم ساكن تما بغاو يعتقوا البقره. ويشدهم شنو شنو بسبب الماء ما كيوصل الضوء تما نوص الضوء كاين تما وراه الشيء اللي كتشوف فيه راه هادشي راه منكر. شوف ديك الطريق خو تصوريك الطريق راه حشومه ماشي طريق هادي راه حشومه راه ما كيدوز لنا واحد على رجلينا الطوموبيل. دابا حنا على رجلينا ما ندوزوش ما رجلينا ما كندوزوش من هنا اللي هنا راه ولات كارثيه هاد الطريق هادي. هاد المسؤولين هنايا راه ما كاين لا مسؤول لا حاسب لا حتى شي واحد. طريق اخرى بغا يصوبو خليو هادي اللي رئيسيه كيدوزو من الناس راه كيموتو الناس. السواق هادي هاد الطريق كترو لي ما بين الطريق ديال تات زيادة والسوق ما كتحبسش لنا بالطريق هنايا راه 24 سير 24 نهار الاربعاء. وشوف كيفاش دايره لا شي تي صورها معاك شوف الطريق كيفاش دايره. واش هادي الطريق ديال 24 سير 24 يا عباد الله راه حشومه تقولوا شنو البقره فين طاحت راه شد المحت علاش؟ الا كنت الطريق مزيانه وكابلي ديز من تحت الضو كابلي ديز من تحت ما غاداش طرا على العاشكين. ولكن راه الطريق خاسره الماء بقى مقلد تما صوب هذيك المسائل واش وقع تما داك الشيء. سمعنا كذلك شي دراري تما ضربوا في شي ضربهم تما راه ما غادي ندوزهم لك دوك الدراري تا هما راه شدوا شنو جاوبوا جاوبوا باش يعتقوا فيهم. رحت ولاد السيد وعندهم بكيره وحده هما اللي كيتقوتوا منا راه الا شافوها راه رزقهم هذاك كيضيع عليهم. لا كنوض مع ربعه الصباح نحلبها باش كنلحق هذاك الحلبه للطريق رزقهم هذاك ما يضيعوه جاوبوا يعتقوا ضربهم الضو. جا والله حنا جينا عندنا هنا الباطل وعند البوط هو مساكن جاو حفيانين ما عقلوش شنو كيسحبوها طاحت كيزروها والو حدهم كيقيسوا الضو كيضرب فيهم كيضرب فيهم الضو كيضربهم الضو ما بجوج راهم الوليدات بجوج وباقا طايحين تشوف معاهم تما الله يجازيك بخير. شنو خصك تشوف مع الام ديالهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم وليدي. شنو وقع الحاجه؟ وقع سيدي انا ما كنت مع شي نعيجات جايه كنجري لقيت سمعت الغاوت لقيت الراجل والوليدات غادي يديهم الضو. البقره طاحت في البلاصه البقيرين اللي كنكسر هي اللي كانت تقوت منها كنقعد كنحلب ديك الحليبه كنلحق الطريق في السروه قبل يود الوديع باش كنشري القوت ليها والدراري. سيدي راه خاص نطلب التعويضات يعوضوا لي البقره ما عديش انا. هي عندك؟ هي اللي عندي ما عديش في الرفده. الله يرحم لكم الوالدين. دابا دابا انت كنتي غتفقدي وليداتك بجوج والراجل كانوا غادي يضيعوا لي ثلاثه النفوس. شنو رسالتك للمسؤولين بهذا المنبر؟ ها؟ شنو بغيتي توجهي للمسؤولين بهذا المنبر؟ بغيت نوجه يعوضوا لي البقره ديالي ما عديش في الرفده. الله يرحم لكم الوالدين. انا كنطلب منكم تعوضوا لي التعويضات ديال هذه البقره ما عديش انا ملي منعوا لي الوليدات.
كانوا غادي يموتوا ثلاثه النفوس وعاد البقره اللي كانت تقوت منها داك الشيء اللي كان كساب. الله يرحم لكم الوالدين. بقاو معنا متابعينا الكرام معنا في هذا البث المباشر باش نشوفوا الدراري اللي كانوا تما اللي كان غيضربهم الضوء. متابعينا الكرام بقاو معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف كذا؟ مرحبا. شنو وقع اخويا عافاك؟ يا الوليد كان جايب البقره كان جايبها مع الطريق اتا ضرب لي الضو وكان معاها اتا ضرب الضو وعيطوا عليا انا مع الدار عيطوا عليا ميت نجري ما عاد باليش وين راه كاين الضو ولا المسائل بديت نجر هاوي وهو يضرب لي الضو انا والاخ ديالي زنزلني بما زنزلني في رجلي ديالي. باش كطالبوا نتوما دابا؟ واش نقول لك اخويا حنا كنطالبوا حنا ما عندناش حنا راه فقراء هي اللي هي المعيشه هي تهلات ناخذوا منها حليبه والمسائل ها هي ماتت لينا تنطلبوا من السلطات تعوضنا في هذا الشيء ديالنا. شكرا لك. شكرا لك. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام حنا معكم بث مباشر من جماعه الزايده. شوفوا الحاله الكارثيه ديال هاد الناس صراحه اللي وقعت لهم. قوم على متابعي الكرام. شت عندك؟ السلام عليكم. السلام خويا. شنو وقع عافاك؟ دابا المشكل كنت انا في الدار ما عليا ما بيا بان لي الوالد جاي تنت باكرامات اللي طاحت قدام بوطو تنصاب انا راه طايحه ميتين جاي مجريح فيها انت شوف حالك دايره ضربني الضو انايا نتوما كتحاولوا تجروا البكره وكتديروا فيها جروا الضو وحنا طايحه صابوها زلقات بيجينا بقينا الضو ضربني انا طاحت جا الخوا دريتي هو مار خويا تنجروا بقينا راه الضو فين هادشي شي بلاصه نتوما الحجيبه 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 حنا دابا مقص هنشوف عمقيها تنقدوش وفين ما جات لا لا ونص لا والو دابا شي ساعة ونص ما كاينش دابا حنا الله شاير بيه مسلف بقيرة مسلف مسلم من عند حنا مشاركين فيها ثلاثة هيك البقرة أنا خويا هذاك مسال مسلفن مسلفن باش شريني أنت معشوم منا هاهي ضربها دابا الضو يعني شكون اللي غيعقل علينا دابا يلاه قول لنا شكون اللي غادي يعقل علينا ولا غيديها فينا يلاه حنا تنطلبوا دابا التعويض ها بقيرة اللي عندنا راهي تشوف فيها هاي راه ماشي حنا راه حفظنا الله. شكرا لك. إذن متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر فصراحة كتبقى واحد الفاجعة الكبيرة كانوا غيروحوا الضحية ديالها جوج شباب والأب ديالهم وماتت من ضربة كراسة البلاصة. متابعينا كنبقاو معنا نشوفوا آراء ديال واحد الشخص من الساكنة. شكرا. السلام عليكم. شنو وقع عمي؟ خويا انا قبل يدوز هاد السيد انا كنت جيت الطوموبيلتي من هنايا دوزت سكتت ليا الطوموبيل تما وانا راكب فيها او قلت كيفاش واش الطوموبيل غرقت الا ديماري الطوموبيل عاود درت بلوميه لزت مشيت بحالي يلاه وقفت في الدار السيد جا من ورايا بالبقره ديالو كنسمع الدريه بنتي صغيره هي كاينه قالت لي بابا راه خالي حسن ضربوا الضو هو البقره جيت كنجري طاحت في راسي انايا قلت انا البلاد سكت لي الطوموبيل اذن من الضو واليوم اخويا حنا كنطالبوا بحقوق ديالنا في هذه الطريق هذه خاصها تصاوب اقرب وقت اقرب وقت خاصها تصاوب الطريق حيت عندنا الدراري الصغار شوف راك كيفاش كتشوف على عينك شوف على عينك الدراري اللي كاينين المواطنين اللي كاينين تصور هاد الناس اللي كاينين كلهم كيضيعوا ملي كتصب الشحنه كيولي عندنا الفيضانات راه طالع علينا حتى لديورنا واليوم كنطالبوا بالحقوق ديالنا باش يصاوبوا لنا هاد الطريق ديالنا في اقرب وقت ماشي حتى تفوت هاد الشتاء الا بقات هاد الشتاء كتصب الحمد لله ونشكروه فضلوا احسانه ولكن خاصهم يصاوبوا لنا الطريق الناس المسؤولين خاصهم في اقرب وقت يصاوبوا لنا هاد الطريق هذه وما يبقاوش عندنا يحطوا لنا فيها الحجار ولا يحطوا لنا فيها شي حاجه يعني ملي كتقول لواحد هاد الطريق نهضروا عليها كيقول لك وانا غندوي مع المخزن واليوم حنا ملي جات هاد الحادثه اللي وقعت حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا الله يجازيكم بخير خاصهم يصاوبوا لنا الطريق في اقرب وقت باش ما يضيعوا حتى شي واحد من المواطنين ديالهم حيت كنا فاش كانوا غيموتوا ثلاثه الدراري جوج دراري وباهم جوج دراري وباهم اللي كانوا غادي يموتوا وكنت غنموت انا كنت غنتحرك في طوموبيلتي ويصانص كنت انا غنتقنبل تما وشو المكاتب ديال هذا السيد ها هو تحرقت له البقره ديالو هو منع منها جوج دراري خطر ونعني يكون شدت لنا شي دري من الدراري الصغار باش غنخلفوه يلا باش غنخلفوه واش غادي يخسروا علينا حنا لا صوبوا الطريق المواطنين على العموم
وهاد الطريق رئيسيه كتمشي للسوق، رئيسيه هادي نهار الاربعاء والثلاث عامر هاد الطريق، كيدوزوا منها الناس بزاف وما كيجبروا منين يدوزوا، حاليا ما كيجبروا منين يدوزوا. راه كل ما هاد الحادثه هادي غتبقى بحال هكا، حيت ما كاينش اللي غادي يهضر علينا. حنا هاد الناس اللي كنتاخبوا عليهم ونصوتوا عليهم ويوقفوا معنا وداك الشيء ما كيوقفوش معنا، غير كيقضيو شغالهم وكيتسلوا. ملي كدوي معاه ما يبقاش يقول لك تا السلام. علاش الدولة عطاتو الطونوبيل، عطاتو ماندا، عطاتو كل شيء، ما كيبقاش يتسوق من الدراوش. وهاد الناس كلهم راه ما عندهمش العشاء. المخير فيهم راك كتشوف ساكن بالبراكة. واليوم بغينا الطريق ديالنا تصوب، الدقاد، أي حاجة خاصها الدقاد لينا. والله يطول عمر المخزن. شكرا. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من جماعة الزيزة. بالضبط من دوار المشاعرين جماعة الزيدة بالضبط حجيبة. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من ضواحي مدينة بن سليمان. ما جاتش البومبية فسيارة الإسعاف في الطريق في الأثناء. متابعينا الكرام صراحة شي خطير وبزاف، كان غير واحد الضحية ديالهم بجوج ديال جوج شباب، هاد الشاب الأول بينما هاد الشاب الثاني هنايا ولادهم والأب ديالهم حتى هو كذلك. ما عندهم حتى هو الولاد، عايشة قومان ديال البشر، ما عادش 15 واحد عايشة بهذيك الدار، 15 واحد يلاه دايرين بقرة تموت لهم بالضو. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من ضواحي مدينة بن سليمان.